ايوه والله العظيم انت متهرج. الغنى من وانا عندي 9 سنين ماشي. امي الله يرحمها دخلتني كره الاطفال مع المايستر سليم سحاب لغايه سن تقريبا 18 19 سنه. سبت الاوبر وبعدين رجعت تاني بقالي تقريبا 6 سنين. كانت رجعتي مع فرقه ايامنا الحلو. انا يعني شاركت في 2 بروجكت في صاحبه السعاده، منهم واحد عملت فيه سهير البابلي طلعت برقص. اول اغنيه خالص كانت اصعب تجربه، دي كانت جمال الخولي ولحن محمد خلف، ده زميلي في الفرقه. وبرده من كتر ما هم شايفيني كده مش عارفه ابتدي واعمل ايه فراح عامل لي لحن. بس كانت اغنيه حزينه جدا والناس كلها ترجمتها على انها هدف. انا كنت قاعده في قاعده مع 2 صحابي بقول لهم، عماله اتكلم عن الملحنين انا بحبهم وانا عايزه اخد من، فبقول لهم عزيز الشافعي يا جماعه انا بحبه قوي. كان معاه واحد برده زميلنا كده فراح قال لي خدي رقمه. قلت له انا عايزه اغني، وطبعا انا المفروض يعني لو حد مكانه يقول لي مع السلامه باي باي انت عايزه ايه. انا قلت لا، انا قلت هيديني الميعاد ومش هيرد عليا بعد كده. لا ظبطنا ميعاد ورحت سمعني بدل اغنيه 5 6 اغاني. فمشيت من عنده مختاره حاجه هاديه كده، قعدت اراجع نفسي اقول لا مش هينفع، ده عزيز الشافعي يعني ما ينفعش اروح اشتغل مع عزيز الشافعي، اشتغل معاه كل يوم. لازم اخد حاجه المود بتاعه هو. رحت له تاني اخترت شطر، كان اسمها الدكاتره يعني كانوا مسمينها الدكاتره. المفاجاه بقى انها تطلع كلمات طبعا يعني اخونا امير طعيمه. فالاتنين الصراحه كانوا جدعان جدا معايا وقالوا لي اللي انت عايزاه وخدي الاغنيه، ويعني كان في دعم عارفه من اللذينه كده اللي هو ايه ده يعني. حتى تعالي بصي كده للمطربات اللي عندنا، شوفي اللي ناجحين اسامي معدوده جدا وناجحين بستايل معين، ناجحين بالطربي. كلميني على مين بيغني الالوان المبهجه المفرحه دي ويبقى ناجح، قليلين جدا ومعدودين. فانا شايفه ان الست محطوطه في حته، يعني الحته الحالمه، الحته الرومانسيه، الحته الشقيه يمكن شيرين اللي عملتها. فمعرفش احنا المشكله في ايه، يعني هل الملحنين رجاله فبياخدوا الالحان لنفسهم ولا ايه؟ معرفش، او اللي بيعجبه لحن بيديه مش عارفه. بس انا شايفه ان احنا ناقصنا الوان كتير جدا نعملها. يمكن ده مش شخصيتي قوي فكره ان انا اخش في الشعبي والمهرجان، بس انا بحب ده قوي. الاغنيه اللي بتبهج قوي دلوقتي مش موجوده، ما تقدرش ست تغنيها، ولو غنتها يتطلب منها حاجات تانية. يعني ما انت عشان تغني النوع ده متطلب منك بقى ان انت تبقي مش عارفه عامله ازاي يعني فاهمه. ممكن اقدمها على فكره بطريقتي بستايلي يعني. دي جي ساسو. امال ايه؟ مفيش اي حاجه. ف يعني شايفه ان احنا محتاجين نفك كده من غير قيود، يعني في قيود كده محطوطه برضو غريبه. روحي في ماشي بخطى متلخبطة، خطوة لذنوب تيجي بألم، خطوة لثواب، خطوة لندم، روحي في غموض. أغنية لمحمد فوزي كل الموسيقى بتاعتها معمولة بفوزي. كلمني طمني يا ولد. أوكي. كلمني طمني وارحمني يومي يا حبيبي. أول أغنية غناها عبد الحليم حافظ في حياته؟ جبار تخونه. إيه؟ صفيني مرة؟ بجد؟ إجابة صحيحة. الله، ده أنا بحبها قوي. صفيني مرة وجفيني مرة، صفيني مرة وجفيني مره، ولا تنسانيش كده بالمره، صفيني مره وجفيني مره. اغنيه لعمرو دياب
دياب اترجمت لسبع لغات. ترجمت لسبع لغات. قمرين تملي معاك. اوكي. تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك. تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك. ايه الاغنية اللي نقابة الموسيقيين طلبت حسن شاكوش يغير فيها كوبليه؟ سكر محل. بنت الجيران. اول اغنية تغنيها ام كلثوم لبليغ حمدي؟ لا طبعا ثانية واحدة. حب ايه يا ولد؟ اصل انا بحب بليغ قوي قوي. اغنية الحكيم اعاد انتاجها مع مطربة اجنبية. أغنية أكيد معروفة يعني. هقول لك أنا اللي هي نار نار. الله. أيوة. أقولها إيه بقى الأغنية دي؟ كنت بقيد له شمعي وبيحلى له دمعي ده الإخلاص في طبعي وتعودت عليه. أول فيديو كليب لفريق وهم. أيوة. والله العظيم انتي بتهرج. استني بس عشان هما كانوا اتنين. كان تحلف لي أصدق دي كان طارق العريان والتاني بتاع القصر ده اللي هو ده. غنيها ما خلاص ما انا بايظه. قولي. مشتاق لعينيك يا ليل واللمس ايديك يا ليل والضحك عيونك وشفايفك والحب الصافي يا ليل. بس على فكره انا جاوبت كتير. ايه اللي ما جاوبتوش يعني؟ كم عدد كلمه يا سلام في اغنيه ايهاب توفيق شاهين؟ لا اله الا الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام. 11 في 8 88. نانسي عجرم. ايوه. اعادت غناء اغنيه قديمه لمطربه من الثمانينات. ايوه طبعا عزيزه جلال. اغنيه انا مستنياك. مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق. مستنياك تعبت تعبت من الاشواق. مستنياك وانا دايبه يا عين بالفراق حبيبي حبيبي.